حالتان مؤكدتان للفيروس المتحور البريطاني تم الإعلان عنهما، وخمس حالات مشتبه فيها في انتظار نتائج الاختبار. هو ما كشف عنه معهد باستور من خلال إجراء التحاليل الجينية للتعرف عن سلالة فيروس كوفيد-19. هذه السلالة البريطانية هي برك تتسرب بطريقة سريعة، ولكن من جهة الأعراض ومن جهة الخطورة ما راهيش أخطر من الفيروسات اللي كانت في أول المرحلة من هذا الإبيديمي. إلى حد الآن أكدنا حالتين اللي هاكو على بالهم بهم، الممرضة تاع مستشفى شراقة والمواطن الآخر جاء من فرنسا وكان رايح يعاود يروح لفرنسا، ودرنا له لا بي سي ار دو فواياج، صبنا بلي عنده هاد السلالة. دونك دو كا كونفيرمي، اي اكتويلمون عندنا خمس حالات سوسبكت. هاكو شفتوا المراحل، دونك عندنا خمس حالات سوسبكت اللي رانا رايحين نأكدوها في هذه الأيام. معدات جديدة لإجراء التحاليل الجينية للكشف عن التحورات الطارئة على الفيروس اقتناها المعهد، ستسمح بربح الوقت وإجراء عدد كبير من التحاليل ومقارنتها مع السلالات الجديدة. الماتيريال الجديد اللي راهو جاي حيمكننا باش نسيكونسيو الجينوم بالكلية كامل تاع الفيروس. بابا واش انا نديرو دركا، سادي دركا حاليا رانا نسيكونسيو اون اون تران دو سيبلي لي ميوتاسيون. تكون عندك المعلومه كامله عن الفيروس كامل، تشوفي كاع تقريبا كاع في اناليز وحده كاع الميوتاسيون اون ميم طون، سادي نربحوا الوقت شويه، وتالي نقدروا نقارنوا سلالات تاعنا مع سلالات في المناطق اخرى في العالم. ثلاثة أنواع من السلالات المتحورة لفيروس كورونا ظهرت عبر العالم. الجزائر سجلت أولى الحالات من سلالة كورونا البريطاني، والحد من انتشاره يتوقف على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.